هي حق الدماء الفلسطينيين اللي عم تنسفر. ماشي برلياس ما حدش احنا بس بلا طريق بلا بس ببرلياس بلاش بس. هي الكيان الصهيوني الاسرائيلي ممنوع يفوت لعنده. بتثبت شركتك برلياس ممنوع يفوت ولا بتتولى. الله معك يلا. لا هان ولا غير هان. هاي شركة بيبسي من برلياس شحتناها. ده من الكيان الصهيوني والإسرائيلي وعلنا طبعة كرمز العلم الإسرائيلي على طبعة بيبسي. دولة اللبنانية إذا ما سكرت هاي الشركة هي متواطئة بالعمالي. هذا تمن الرصاص اللي عم تقتلوا فيه أهلنا بفلسطين. لك فرنسا منعت الكيان الإسرائيلي من دخول معرض الأسلحة وهي أكبر دولة مسيئة للنبي. شو بكون عرب